بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ في قراءة قصتي بعنوان سرابيل نت سرابيت، يعني سرابيل ليس سرابيت. عندما التحقت بالمدرسة الابتدائية عام 1964 في مكة المكرمة، وكان اسم المدرسة الخالدية، وكنت في سن 6 سنوات، شعرت أن كل الكتب الدراسية، كتب المنهج، أعطيت لأشخاص ليكتبوها، بعض الكتب شخص وبعض الكتب أكثر من شخص، وبقيت الكتب بعدهم سنين طويلة مقررا على الطلبة وعلى المدرسين. نجحت من الصف السادس الابتدائي المدرسة الخالدية 1970، وعندها كنا ننتظر النتيجة في الإذاعة، وكان المذيع في الراديو يعرض المدارس، وكانت المدرسة الخالدية متأخرة، وأيضا حسب الحروف الأبجدية أيضا مكة المكرمة، فكان هناك مدن أو قرى وفيها مدرسة واحدة ولم ينجح أحد، فكنا ننتظر النتيجة، والحمد لله سمعت نتيجتي وتخرجت من السادس أو من الابتدائي، شهادة ابتدائي.